السلام عليكم معكم ياسين صالحي لاعب الرجاء الرياضي سابقا ولاعب نادي الكويت الكويتي حاليا بالنسبه للانتقال ديال ياسين صالحي فريق نادي الكويت الكويتي كنت سالي التمارين مع فريق الرجاء البيضاوي اتصل بيا سي محمد بودريقه رئيس النادي قال لي واش قال لي واش كاين كاين واحد الفريق في الكويت واش تقدر تمشي ليه قلت لي, لي من طبيعه الحال كان كيلعب على الالقاب ولا كان شي فريق كبير قال لي من الحال فريق كبير قلت لي اوكي مشي ماشي مشكل قال لي ولكن تعطيني واحد خمسة دقائق بما اتصلت بالفريق بان نقول لهم بان ياسين صالح راه موافق باش يجي عندكم قلت اوكي خذ راحتك قال لي داز خمسة دقائق عيط لي وقال لي يا صافي راه مع النادي يمكن غتلتحق بهم اليوم بالليل باش غتمشي تسيني العقد ديالك وترجع للفريق صافي أنا مشيت كما مشيت مشيت نادي الكويت بعد المناسبة كنبغي نشكرهم على المسؤولين ديالهم اللي حسيت براسي بحال أنا فايت فايت جاي عندهم راه رحبوا بيا كنشكرهم ومشيت تما سينيت العقد ديالي ولعبت تكلمت مع مدير نادي هو عادل قال لي بان راه قلت لي راني راه جيت هنايا باش نسوي العقد وغادي نمشي باش نسيني العقد وغادي نرجع للمغرب قال لي لا قال لي لا راه تبقى معانا دابا وغتلعب معانا مباراة من بعد المغرب قلت لي علاش قال لي لا حيت خاص الجمهور غادي خاصهم يشوفوك قلت لي ماشي مشكل قلت لي انا راه ما ما والو السيام وانا بارك ديجا كنت بركت في بيروت على قبل بركت ثلاث ايام على قبل الفيزا ما تخرج ليا سي بقيت بارك في بيروت خرجت ليا الفيزا مشيت الكويت وكما قلت لك جيت قلت لي ما تريني ما والو قال لي صافي غاتبرك في بنك البنك الاحتياط وقلت لي ترى الحذاء راه ما عنديش قال لي صافي ماشي مشكل انا نشريو من هنا تقبلت الفكره وقلت لي مرحبا لعبت المباراه ديالي لعبت 45 دقيقه الحمد لله اول لقاء ليا مع الفريق فزنا في فيه بجوج لواحد الشيء اللي كان بعد المباراه جيت دابا المغرب باش نجمع الاغراض ديالي ونرجع للفريق ديالي بالنسبة لي ياسين صالحي كانت أول تجربة إحترافية ليا، كما قلت لك كنشكر كما كنت كان سبق ليا المسؤولين ولا اللاعبين، كما مشيت الأول حصة تدريبية حسيت براسي بحال أن ديجا كان ديجا ترينيت في هذا الفريق، وكنبغي نشكرهم كنبغي نشكرهم عاوتاني بعد المباراة هذا، وكما قلت لك أول مباراة كانت ليا كنت كان فريق الرجاء البيضاوي كتلعب ضد ولا جا ضد جماهير كبيرة، مي نادي الكويت كتلعب ضد الجمال قليله كيكون حد ما كيكونش الاجواء كما كنا في المغرب ما هذه هي سنه الحياه دابا الحمد لله انا دابا مع فريق الكويت الكويتي نتمنى من الله باش نعطيهم اضافه ونزيد مع الفريق القدام ان الله بالنسبه للجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي كنبغي كنبغي نشكرو بزاف وكنبغي حيت كنبغي نقول ليه بان بان جمهور فريق الرجاء البيضاوي هو اللي هو اللي ساند ياسين صالحي وكنبغي نشكرو بزاف بهذه المناسبه حب الفريق بان باش يعرفوا بان ياسين صالحي بان انا تنازلت على المستحقات ديالي وحب الفريق مشيت مشيت مشيت, مشيت باش يستافد من الفريق كيعرف الجميع بان ياسين صالحي غادي يسالي ليه العقد ديالو في شهر 6 انا فضلت باش نمشي في شهر 12 باش الفريق يستافد مني وتنازل على المستحقات ديالي وتنتمنى الشكر للجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي افتقدته صراحه في المباراه الاولى تنتمنى من الله باش يزيدوا نزيدوا نفرحوا مع فريق الرجاء البيضاوي واخا انا بعيد تنتمنى من الله باش نشوف الرجاء البيضاوي في في الادوار طلائعية ان شاء الله نفوزوا مقابلات ونتمنى من الجمهور باش يساند الفريق ديالو حيت انا كما نقول لك انا لأ انا لعبت فريق ولما ولا الجمهور ما غيكونش الفريق ونتمنى من الله باش نزيدوا الفريق القدام وان شاء الله يكون الالقاب ان شاء الله